فضيلة الشيخ، هذا سائل مقيم بالرياض يقول: أرجونا الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو: ما الحكم في الشخص الذي يشك في براءة زوجته من خيانته، وإذا وردته مثل هذه الظنون وهذه الشكوك كيف يتعامل؟ مأجوري. عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك هذه الوساوس، لأنها من الشيطان، وهو يعرف زوجته فلا يشك فيها. أما إذا كانت محل شك ورأى منها ما يشك فيه، صار لذلك شبهة ومبرر، عليه أن يناصحها وأن يؤكد عليها، فإن التزمت وحافظت على سمتها وخلقها، وإلا فليفارقها. الحمد لله. نعم.